زي ما احنا متعودين دايما في البيت الكبير عندنا طبعا معانا هيكون دايما اسطوره اهلاويه. النهارده ولاجل الصدفه كان انا على مستوى الشخصي قابلت اسطورتنا النهارده وحرصت ان انا اتصور معاه بشكل خاص لانه فعلا مثل اعلى ليه مش ليا بس لكن لجيل كامل. كان النهارده الكابتن مصطفى عبده النجم الرائع الذي طبعا حقق العديد من البطولات والانجازات للنادي الاهلي والمنتخب القومي، صاحب المهارات والسرعات تقدر تقول زي ما انت عايز تقول الكابتن، نقدر نقول الجناح الطائر الكابتن مصطفى عبده من احد اساطير النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده هيكون معانا. والزميل طبعا يعني ان شاء الله منتظرين كلنا منتظرين الكابتن مصطفى ان شاء الله، والجماهير كلها منتظره الكابتن مصطفى عبده في البيت الكبير بس يعني برنامج خاص بيه طبعا في قناه النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن مصطفى عبده كده زي ما كابتن هاني قال نجم من النجوم الكبار في النادي الاهلي ورمز من رموز القلعه الحمراء. هنشوف التقرير ده عنه وبعد التقرير ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بقى الفقره اللي جايه مع كابتن هاني وضيوف. اتفضل. شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التي تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماءهم بفضل الأداء المهاري والرجولي الذي قدموه على مدار تاريخهم داخل المستطيل الأخضر. ومن بين هؤلاء العمالقة مجري القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق مصطفى عبده. ولد مصطفى عبده في 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وانضم لناشئي الأهلي تحت 17 سنة عام 1970، ثم لعب للفريق الأول بعد سنة واحدة، وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبي ودية باستاد مختار التتش، ونجح في إحراز هدفين ليفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. أما على المستوى الرسمي فقد شهد استاد الإسكندرية أول مباراة رسمية لمصطفى عبده مع الأهلي، وكانت في بطولة الدوري العام في شهر أكتوبر عام 1972 أمام الأولمبي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليبدأ المجري رحلة من الإبداع والتألق في قميص المارد الأحمر. قضى نجم الأهلي السابق 17 عاما في الملاعب وخاض مع الأهلي نحو 300 مباراة سجل خلالها 51 هدفا. وتوج خلال هذا المشوار مع الأهلي بعشر بطولات للدوري بالإضافة إلى الفوز بكأس مصر 5 مرات، وقارية نال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1 مرة. ومع منتخب مصر سطر مصطفى عبده أعظم الإنجازات بعد أن اختاره المدرب الألماني ديتر كرامر ضمن تشكيلة الفريق الذي خاض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1974 بالقاهرة، ولعب أيضا في بطولات أمم إفريقيا أعوام 76، 80 و84 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984،
وبعد اعتزال مصطفى عبده اتجه إلى العمل الإعلامي في مجال كرة القدم، فعمل في عدة قنوات رياضية وقدم أكثر من برنامج رياضي. أما عن سر لقب المجري فقد أطلقه عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي نسبة إلى القطار السريع الذي دخل مصر عام 1967 من دولة المجر، وذلك نظرا لمهاراته العالية وسرعته الفائقة وتمريراته العرضية المتقنة.